السلام عليكم. النهارده نكمل مع بعض سلسله الهرمونات اللي بداناها قبل رمضان، واتكلمنا في اكتر من حلقه على اكتر من هرمون زي هرمون الاستروجين، هرمون البرولاكتين، ومن زمان اتكلمنا عن هرمون الغده الدرقيه. نتكلم النهارده عن هرمون البروجسترون. كتير سالني عليه، عايزين نعرف ايه اعراض الزياده واعراض النقص، ايه اهميته اصلا في جسمنا، وامتى بيفرز. خليكم معايا لاخر الحلقه. معاكم سالي البيار، استشاري تحاليل طبيه معمل سالي لاب. زي ما اتفقنا كلامنا النهارده عن هرمون البروجسترون وكل تفاصيله. هرمون البروجسترون موجود بالنسبه الاكبر طبعا في الانثى، بس موجود برضو نسبه منه بسيطه في الرجاله. موجود في السيدات عشان اهميه كبيره جدا ربنا خلقها في جسمنا بطريقه متوازنه، ان هو يساعد على الامداد الدموي للرحم، لبطانه الرحم، ويخليها مستعده لزرع البويضه فيها اثناء مرحله التبويض عشان تبقى مستعده للاخصاب. وفي نفس الوقت بيساعد على تثبيت الجنين وتثبيت الحمل، له دور كمان مهم جدا في تنظيم الحيض. يفرز اصلا منين هرمون البروجسترون؟ بيفرز من جزء كده في المبيض اسمه الجسم الاصفر، او بنسميه كوربس ليتيوم. بيفرز امتى؟ في النص الثاني من الحيض، يبدا يرتفع مستواه، ولو حصل حمل هيفضل مستواه في الارتفاع مستمر، ولكن لو محصلش ونزل الحيض هيبدأ ينخفض في النسبة بتاعته. طيب المستوى بتاعه ده معاجز لهرمونات تانية. هرمون البروجسترون لو ارتفع نبص نلاقي هرمون ال LH قل، اللي بيفرز اصلا من الغدة النخامية وبيكون محفز له. هرمون كمان زي هرمون البرولاكتين، تأثير هرمون البروجسترون بيكون معاكس له. عشان كده من اعراض نقص البروجسترون واهمها وكتير بنلاحظها هي زياده البرولاكتين، فبيحصل الم في الثدي وظهور تكتلات فيه. غير ان من اعراض نقصه الشهيره جدا للبروجسترون هي عدم انتظام في الحيض، سواء بالكميات او سواء بالمده وعدد الايام الاساسيه لها. ممكن كمان يحصل توقف خالص للحيض لعده شهور بسبب نقصه. ممكن يحصل كمان عدم ثبات للحمل، زي ما احنا متفقين ان هو له دور كبير جدا في تثبيت الحمل. ممكن يحصل عدم حدوث حمل بسبب نقصه، وظهور ممكن قطرات دم اثناء مرحله التبويض، غير كمان ان في صداع وممكن يحصل الام في المفاصل. طيب مستوى النقص بتاعه بيتعالج بهرمون تعويضي عن طريق تابلت او اقراص الدكتور بيديها، لحد ما نتابع ونظبط مستواه كده بالتحاليل نشوف وصل لفين. طيب الزياده بتاعته بقى اللي بتكون اغلب اسبابها ربنا يعافينا بتكون اورام، او حتى في حالات تكيسات المبيض ممكن تحصل. ممكن يعمل زياده في سمك بطانه الرحم، وممكن يعمل اعراض شبيهه لاعراض الحمل بالظبط لو زاد عن المعدل الطبيعي، اللي طبعا بيختلف المعدل بتاعه في النص الاول من الحيض عن النص الثاني في أثناء الحمل أو غيره، وبيختلف نسبته طبعا في الأطفال عن الكبار. هرمون البروجسترون من الهرمونات المهمة جدا زي ما اتفقنا، واللي متعلقة بهرمونات تانية مرتبطة بيها كمان. لازم نبقى عارفين أعراض النقص أعراض الزيادة، نراقب دايما لو في أي خلل في الحيض، لو في عدم حدوث للحمل بسهولة، عدم ثبات للحمل، نراقب دايما مستواه ونخلي بالنا بالتحاليل بتاعته ومتابعة مع دكتور وأمراض النساء، ونشوف الدنيا أخبارها إيه. لو أي سؤال يكتب لي في كومنت، متنساش لو عجبتك الحلقة لايك وشير. سلام عليكم.